بتحب تتفرج على نفسك؟ لا لا يعني لما بتبقوا يوم الافتتاح يا نسرة وكده وانتوا قاعدين بتبقوا في، لا انا ببقى تعبانه قوي. اولا انا ما شفتش فيلم كلام الليل غير في المغرب. انا مش في مصر خالص. انا حضرت الافتتاح في المغرب ولاقى نجاح كبير جدا هناك، بس انا ببقى متوتره جدا وبقعد انا اقول ايه يعني ما كانش ممكن تعملي كده. طب ما تعملي كده، ده جوايا بقى. بس مهما حد قال لي هقول له لا انا كويسه قوي. ما بنعرفش نستمتع واحنا بنتفرج على نفسنا. ليه؟ بنشوف كل الحاجات اللي لازم كنا نعملها. بنتخطط كل الحاجات. عايزين نبقى احسن وليه كده؟ كان ممكن اعمل دي بطريقه يعني انا لاحظت دلوقتي محمود قال ده انا انت عملت كده؟ انا لا الواحد كسب. انا عايزه اسالكم مهنه التمثيل، يعني انا بقابل ناس كتير قوي في المهنه دي بيبقى عندهم نوع من الخجل والهدوء، ويعني محمود وسيد انتم من الناس اللي طبيعتكم هاديه جدا في الحياه، لكن ممكن يبقى في مشهد، في مشهد جنس، او لما بتيجوا تادوا الخجل ده بيروح فين؟ ده بينتهي عشان الواحد بيعيش الشخصيه اللي هو فيها. يعني الخجل ده محمود وسيد، لكن اللي بيعمل الشخصيه دي واحد تاني. واحد تاني ده كمال والوزير وبتاع. فبيبقى اللحظه دي هو كده. ما ده اللي حاجه اللي سر التمثيل اللي ساعات. مره كنت موجود في قاعده وبعدين في ممثله ناشئه قالت بتتفرج على بعض الاعمال اللي عاملينها زملاء، قالت لا 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 يمكن اعمل حاجه زي كده. حاجه زي ايه؟ لا لا يمكن اعري نفسي او اتباس. قلت لها يبقى بطلي الشغله دي. قالت لي ازاي يا استاذ محمود انت بتشجع؟ قلت لها بطلي الشغله دي. الشغله دي لازم تحبيها، ان حبك ده احترام لها. يوم ما بتادي دور ده احترام لدور، حتى لو انت بتتباسي مش انت فلانه اللي بتتباسي، انت الشخصيه اللي انت بتعمليها. فهي بتحبي الشغلانه دي ما بتحبهاش. انا بس عايزه اقول حاجه، احنا ما بنتعراش بجد، يعني ما نكونش عريانين. ما هو مش طبيعي ان احنا نكون عريانين، ده لازم الناس تفهمه. احنا بنكون لابسين هدومنا، يعني افرضوا ان انا لابسه فستان من غير بروتال وحطيت الملايه كده، فالايحاء يدي الايحاء يدي كده، انا ممكن اكون عريانه في لقطه زي دي، بس انا مانيش عريان. ده مخ المتفرج هو اللي بيوصل ده الايحاء اللي انا مديهولك، مش الحقيقه. احنا في ناس لما اجي والمخرج والمساعد والكومبارس كل مشكله. احنا هنا في كام نفر؟ دي 500 ما شاء الله. جميل. نفس العاملين لو انا وانتي او الكاست ده بس اللي بيبقى موجود هنا ومفيش جمهور، جميل، بيبقى فيه كام عامل معانا؟ بيبقى فيه يجي على الاقل 30 40 معانا، قاعدين معانا بيتفرجوا علينا، بيظبطوا الاضاءه، بيشوفوا مش عارفه ايه. انا بحاول وانا بصور، او مثلا عندي لقطه حب او بحضن حد، انا عايز اخد نوري، بفكر في نوري، بفكر في شكلي، بفكر في بسمع كلام المخرج، بسمع كلام اللي هقوله، وبراجع الكلام اللي هقوله واحساسي كان ايه عشان المشهد اللي جاي هيكون ايه. موضوع تاني، انفصال تام، انفصال تام، ما بيكونش لحظه السعاده دي اللي الناس بتشوفها مش حقيقيه عند البني ادم. انا بديك الانطباع ده، لحظه السعاده دي نوع من الاحتراف، اداء الاحتراف يعني. بالظبط كده. يعني ازاي ان انت تخش جوه الشخصيه الثانيه؟ الحقيقه احنا عايزين ينضم لنا اخر العنقود، اخر العنقود، واول خطوه فنيه لكلام الليل، وحصل على جائزه من مهرجان اسكندريه. يعني مره واحده اكدت موهبته انه شاب بيقف على اول طريق الفن، ويمكن ان يصبح جون بريمير زي ما بيقولوا، او فتى الشاشه. اول نشوف اصغر وجه في الشاشه وظهر في كلام الليل، احمد عز الدين. ورد كده، ثلاث رجاله زي الورد.